بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السادة والسيدات، أولياء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار برنامج مراجعة والدعم نقوم اليوم بحصة الأولى مستوى السنة الخامسة، حصة الدعم قبل الشروع في تكملة البرامج. إذن حصتنا الأولى اليوم القصور العشورية، القصور والأعداد العشورية. إذن السؤال أحسب ما يلي: 35 على 10، 187 على 100، 61 على 1000، و9 على 9 أجزاء مئوية، أي 9 على 100. كما تلاحظون، نعم قصور عشورية. كيف عرفناها؟ مقامها 10 100 ألف. إذن كل كسر مقامه 10 100 ألف فهو كسر عشوري. إذن كيف ننتقل إلى الأعداد العشورية؟ أكتب العدد، أكتب العدد 35، أكتب العدد ثم أعد منزلة واحدة وأضع الفاصلة. لماذا منزلة واحدة؟ لأني مع 10، مع 10 أعد منزلة واحدة وأضع الفاصلة. منزلة واحدة لأن 10. ننتقل إلى العملية الثانية: 87 جزءا مئويا، أو 87 على 100. أكتب العدد كالعادة، أكتب العدد، أكتب العدد. جيد. الآن كم أعود منزل، كم منزلة أعودها؟ منزلتين. لماذا؟ لأن مقامه 100. إذن أعود منزلة الأولى، منزلة الثانية، أضع الفاصلة. جيد، أحسنت. الآن ننتقل إلى العملية الثالثة: 61 جزءا ألفيا، أو 61 على 1000. أكتب العدد، أكتب العدد، أكتب العدد. جيد. كم منزلة أعد؟ أعد 3 منازل. يلا نعود 3 منازل. منزلة الأولى موجودة، منزلة الثانية موجودة، منزلة الثالثة غير موجودة. إذن تعوض بالصفر، أعوضها بالصفر. جيد. وضع الفاصلة. والمنازل الفارغة كذلك أعوضها بالصفر. إذن تصبح 0.061. أحسنت. ننتقل للعملية الأخيرة: 9 أجزاء مئوية، أو 9 على 100. أكتب العدد، أكتب العدد. جيد. أعد المنازل الآن. كم منزلة؟ منزلتين. منزلة الأولى موجودة، منزلة الأولى موجودة 9، منزلة الأولى موجودة. منزلة الثانية غير موجودة، نعم أعوضها بالصفر. ثم أضع فاصلة ثم الصفر. إذن 0.09. أحسنتم. ننتقل الآن، يلا بنا ننتقل للتمرين الثاني. التمرين الثاني الآن عندنا أعداد عشورية، المطلوب منا تحويلها إلى كسر عشوري، المطلوب منا تحويلها إلى كسر عشوري. جيد. إذن 2.7 ما هو الكسر الذي يناسبها؟ 3.57 ما هو الكسر العشوري الذي يناسبها أو يساويها؟ 4.687 ما هو الكسر الذي يناسبها؟ ماذا أكتب؟ ماذا فعل الآن؟ يلا معي أكتب العدد، أكتب العدد. جيد. الآن عندي، ولاحظ العدد، لاحظوا العدد، لاحظوا كم رقم بعد الفاصلة، رقم واحد، وقلنا نعم 10، رقم واحد، إذن المقام 10. جيد. العملية الثانية، لاحظوا معي أكتب العدد، يلا معي أكتب معي العدد، أكتب معي العدد. جيد. الآن نعم كم رقم بعد الفاصلة؟ رقمين بعد الفاصلة، إذن 100. جيد، أحسنت، 100. أنتقل الآن للعملية الثالثة، أكتب العدد، أكتب العدد. 4.687. جيد. الآن كم رقم عدنا أرقام موجودة بعد الفاصلة؟ 1 2 3. إذن ما هو العدد؟ 1000. جيد، 1000، أحسنت، 1000.
جيد أحسنتم. جيد صحتم. إذن 2.7 تساوي 27 جزءا عشوريا، 3.57 تساوي 357 جزءا مئويا، 4.687 تساوي 4687 جزءا ألفيا. يلا معي ننتقل إلى التمرين الثالث. أقرأ معي. أجرة موظف الشهرية 45,000 دينار، دفع خمس الأجرة، خمس دفع خمس الأجرة، دفع خمس الأجرة لتسديد فوات الكهرباء والغاز والماء، أما باقي الأجرة خصصه لمصاريف المنزلية المطلوب منا. نعم اقرأ. أحسب معي، أحسب المبلغ الذي خصصه للمصاريف المنزلية. جيد. لأن الإجابة عن هذا السؤال ماذا نعرف؟ نعم نعرف أنه أولا أخذ خمس الأجرة، نعم، لتسديد فوات الكهرباء والغاز. جيد. ثم المبلغ الباقي، المبلغ الباقي خصصه لماذا؟ خصصه للمصاريف المنزلية. إذن المصاريف المنزلية ماذا تمثل؟ نعم تمثل المبلغ بعد تسديد الفواتير. إذن لازم نعرف أولا ماذا نتعرف، لازم نتعرف عن المبلغ الذي خصصه أو المبلغ الذي سدد به فواتير الكهرباء والغاز. جيد. إذن لك أكتب معي المبلغ، المبلغ الذي المبلغ الذي سدد به عدو المبلغ، نعم المبلغ الذي نعم سدد به الفواتير، المبلغ الذي سدد به الفواتير. ماذا تعرف عن المبلغ؟ أنه يمثل خمس. إذن خمس من؟ خمس الأجرة، والأجرة كم؟ 45,000 دينار. جيد. نأخذ خمس من 45 دينار، 45,000 دينار. إذن في واحد، نعم، على خمسة. إذ قسم الأجرة على خمسة أجزاء متساوية وأخذ جزءا منها، وهذا الجزء ماذا يمثل؟ يمثل المبلغ الذي سدد به الفواتير. إذن تساوي، إذن 45,000 في واحد تساوي 45,000. نجري مباشرة على القسمة. وهنا انتبهوا معي جيدا، لأن الكثير من التلاميذ يقومون بأخطاء في هذه العملية. جيد. إذن عندي رقم، أخذ رقم وأقول أربعة كم فيها من خمسة؟ لا أستطيع. أخذ رقمين وأقول 45 كم فيها من خمسة؟ فيها تسعة. نعم فيها تسعة. نضرب تسعة في خمسة، 45. أكتب 45. 45 من 45. جيد صفر. هل انتهينا؟ هل المبلغ الذي سددها به فواتير يساوي 9 دنانير؟ لا طبعا. إذن ماذا يقول؟ أنزلوا أصفار. إذن نلون هذه الأصفار. أنزلوا الصفر الأول أو الصفر الأول، وأقول صفر كم فيهم خمسة؟ فيها صفر. جيد. أنزلوا الصفر الثاني، أنزلوا الصفر الثاني، وأقول صفر كم فيهم خمسة؟ فيها صفر. أنزلوا الصفر الثالث، وأقول صفر كم فيهم خمسة؟ فيها صفر. إذن كم تساوي؟ تساوي 9,000. هل 9,000 مقبولة؟ نعم 9,000 مقبولة. إذن 9,000 دينار. جيد. أصبحنا نعرف الآن المبلغ الذي سدد به فواتير. الآن هل بإمكاننا الآن الإجابة عن السؤال؟ نرجع إلى السؤال. المبلغ الذي خصصه لمصاريف المنزلية. نعم
أصبحنا نعرف المبلغ الذي سدده به الفواتير. إذن المصاريف المنزلية، جيد، مصاريف المنزلية، نعم، 45,000 أجرة، أجرته الشهرية، نعم، ناقص، نعم، المبلغ الذي سدد به الماء والكهرباء والغاز، جيد. الآن نمسح هذه، نديروا العملية عموديا، العملية عموديا، نمسح هذه العملية. نجي العملية عموديا 45,000. هنا كذلك التلاميذ، بعض التلاميذ يقومون بأخطاء. انظروا، كتبت الأعداد الأول كما لاحظتم، كتبت الأعداد الأول من اليسار إلى اليمين، لأن العدد الثاني حتى لا أقع في أخطاء، العدد الثاني أكتبه من اليمين إلى اليسار. وانتبهوا جيدا أين سيقع العدد 9. 0 0 0 9، لاحظتم أين وقع الصفر 9؟ 9 وقع تحت 5. لو كتبنا العدد من اليسار اليمين كان يقع تحت 4، وهذا هو خطأ. إذن الآن نجي العملية، لنجي العملية الآن، طبعا صح، 0، نعم، من الأحد، العشرات، المئات، لأن أحد الألفية أسلف 10 وأقول 15 من 9، 15 من 9، 6، جيد، أرد العشرة وأقول 4 ناقص 3، 4 ناقص 1 3. إذن المبلغ الذي خصصه للمصاريف المنزلية يتمثل في 36,000 دينار. وبهذا القدر إن شاء الله نكون قد بهذا القدر نكتفي، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.